جدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رفضه أي محاولات لتأجيل الانتخابات، مؤكدا إجراؤها في موعدها المقرر في 12 من مايو المقبل. وقال العبادي خلال استقباله رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش إن الحكومة تسعى لإعادة استقرار العراق. من جهته أعرب كوبيتش دعم بلاده لإجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية العراقية في الموعد المقرر لها. سيادة السفير، برأيك هل المناخ السياسي في العراق يسمح بإجراء انتخابات رئاسية بها؟ أعتقد أن العراق بعد نجاح الجيش العراقي في التخلص من حكم التنظيم الإرهابي داعش في الأراضي العراقية بأسرها في مسيس الحاجة لإجراء هذه الانتخابات البرلمانية والمحلية في إطار العمل على ترسيخ الاستقرار السياسي والأمن في ربوع العراق. القضية الأخرى بعد الانتخابات هي التعامل مع الفساد المستشري في المؤسسات العراقية ومحاولة التوصل إلى تسوية مع إقليم كردستان العراقي والتوصل إلى تفاهم في إطار الدستور العراقي حوالين القضايا محل نزاع بين الحكومة المركزية في بغداد وبين حكومة كردستان العراق، والأهم من هذا عدم السماح بعودة داعش أو أي تنظيم آخر على غرار داعش إلى الأراضي العراقية مرة أخرى. أخذين في الاعتبار أنه في أخبار أنه تقارير ونميل إلى تصديقها أنه داعش بيتحول الآن إلى جماعات لشن حرب عصابات داخل المدن العراقية، وما التفجير الذي شهدته العاصمة العراقية بغداد منذ يومين، تفجيرين انتحاريين، إلا دليل على هذا. فهذه الانتخابات التشريعية والانتخابات المحلية في غاية الأهمية في ترسيخ الأمن والاستقرار السياسي وتمكين الحكومة العراقية الجديدة من محاربة الفساد ومحاولة تنشيط الاقتصاد العراقي.